السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي، كيف الحال؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كيف ما كتشوفوا أنا في سوبر مارشي، بغيت نوريكم هاد لاكريم اللي أنا كنخدم بها ديال ميغل. زوينة بزاف بالنسبة للوجو، حتى بالنسبة للثمن ديالها معقول. كنصحكم أنكم تخدموا بها. هنا جيت ناخد الفخوماج فيلاديلفيا، لأن غادي نديرو اليوم جابانيز تشيز كيك اللي معروف بالجبن، خصو يكون نوعية جيدة. هنا ضربت طلع على الزبدة، فلقيت تقريبا باقي نفس الأثمنة، ما نزلات والو. هنا كاينة هاد نيوزيلاند، كنصحكم أنكم تبداو تخدموا بها، سورتو لي كريم لا كريم او بور كتجي زوينه بزاف. فهنا ندوزو على بركه الله. فالتحدي ديالنا ديال اليوم هي الكيكه اليابانيه، اللي بطبيعه الحال طوندونس هاد الايام كلشي كيديرها. قررت انني نجرب معكم هاد التحدي ديال 19 مليون. بصراحه سهل بزاف، واخا فيه شويه ديال لي تكنيك في الطياب، ولكن انا غنفسر لكم كلشي ونشوفوا النتيجه النهائيه ديال هاد الفيديو، واش غادي تكون معنا ناجحه او لا. فهنا كيف ما كتشوفوا معايا، خديت 160 غرام ديال الجبنه ديال فيلا ديال نحاول ما امكن انني نمعكها مزيان بلا سباتول حتى ترجع بوماد. وهنا فاحنا غادي نضيفوا 20 غرام ديال الزبده. نحاولوا ما امكن تتبعوا الفيديو ايطاب باغ ايطاب باش ما نزقلو حتى حاجه. هنا في واحد الكاسرون درنا الماء حتى غلى مزيان، غادي نديرو حمام مائي وغادي نديرو عليه داك الزبده مع الفخوماج، وحنا كنحركو حتى كيذوب كلشي. هنا كنضيفو 50 مليلتر ديال الحليب دائما فوق الحمام مائي، وكنستمرو في التحريك. صافي غير كنشوفو داكشي يتحرك مزيان، ما بقاوش الحبيبات ديال الفخوماج والزبده، كيبان ليا داكشي نتاج مع بعضياتو. كنزولو من فوق الحمام مائي، وهنا عندنا الدقيق ما يعادل 40 غرام، كنغربلوه وكنضيفوه مباشره على الجبن والزبده والحليب. حتى لهنا كنظن الطريقه جد سهله، وحنا متبعين الخطوات كيف ما هما مشروحين في الفيديو. هنا كنخلي الخليط ديالي على جنب، وكناخذ 4 ديال البيضات. كنحاول ما امكن نفصل البياض على الصفار ديال البيض، ونحاول ما امكن ما نقيسوش البياض ديال البيض بالصفار حيت غادي نطلعوا لا مورينغ. كنضيف الصفار ديال البيض على الخليط الاول، كنحرك كل شيء مره اخرى. هنا فغادي ندوزو نطلعو البيض ديال البيض. عندنا البيض ديال 4 البيضات، زدنا عليه قطيرات ديال عصير الحامض، وهنا عندنا السكر ما يعادل 80 غرام. غادي نضيفو على 3 ديال الدفعات، نحاول ما امكن نطلع البيض ديال البيض حتى كيكشكش. عاد كنبدا نضيف السكر ديالي تدريجيا، وانا كنطلع حتى كنحصل على واحد الميرانغ اللي كتكون متماسكه وكتكون نوعا ما يعني شاده في راسها. المورينغ ديالي وجدات، الخليط الاول حتى هو وجد. لحد الساعه حنا متعادلين، عندنا هنا جوج ديال لي بول. كناخذ شويه من البياض البيض كنطلق به داك لاباغاي الاولى، وعاد كنرجع نكب كل شيء فوق لا مورينغ.
هنا انا غنستعمل هاد المول ديال 15 اللي غنديرلو في الاسفل ديالو ورق ديال الطهي. ندهن الجوانب ديال المول بالزبده الا كان المول عندي كيلصق، وباش نيفيتيو المشاكل من الاحسن ندهنوه بالزبده كيف ما درت انا. كندير لا سباتول ديالي في الوسط وكنكب عليها باش كنيفيتي هذاك لي بول داغ اللي كيكونوا تشكلوا لنا في الوسط، كنحيدوهم اولا ديك الفقاعات. كنحاول ما امكن نسرح الوجه ديال الكيك بهذا الشكل هذا، كنطابوطيه مزيان اولا كندير له بحال هكا، كنضربو مع الارض شويه باش كنزيد نحيد هذاك الهواء اللي كاين في الداخل. كندير المول ديالي في وسط اللاطه ديال الفران وكنكب بالجناب الماء كيكون سخون. فهاد الاثناء كيكون الفران ديجا سخنته على درجه حراره 180. صافي كندخل الكيك ديالي وكنهبط الفران لدرجه حراره 160، كندخلو لمده ديال 20 دقيقه. انا هنا من بعد ما دازت 20 دقيقه كيشتو تفرقع من الفوق، دونك كنخليه قل من 20 دقيقه. كنحل الفران كنحسب 1 2 3 4 5 وكنهبط الفران ل 110، كنخليه ساعات المكانه كيطيب وكنحصلوا على هذه النتيجه. في الاول هذيك ال 20 دقيقه الاولى نورمالمون الفران ديال كل واحد كيفاش كطلع على طومبيراتور ديالو، بغيتو يجيكم بحال هكا مفقع راه كتخليوه 20 دقيقه كامله، بغيتوه ما يتفرقعش ليكم بحال هكا من الوجه ديالو فانتوما كتكتفيو فقط ب 15 دقيقه الاولى، كتخليوه على درجه حراره 160. كنحل الباب ديال الفران كنحسب 5 ديال الثواني، 1 2 3 4 5، كنسد الفران كنهبط الفران على درجه حراره 110 لمده ديال ساعه. هذه هي لا تكنيك ديال هاد جابانيز تشيز كيك اولا هاد الكيكه اليابانيه الشهيره. فانا من بعد ما خرجته شوفوا كيفاش كيجي، تبارك الله ما شاء الله انا تعجبت صراحه، نتيجه رائعه. المذاق ديالو خطير سورتو منين كيبرد، نرافقوه بشي صلصه ديال الفخيز اولا شوكولا على حسب يعني لوغو ديال كل واحد. وبهذا الشكل كنكون وصلت معكم لنهايه الفيديو، الى تحدي اخر باذن الله تروا لي فراسكم. جربوا هاد الكيكه اليابانيه وردوا لي الاخبار، ما تنساوش لي كومونتير ديالكم الزوينين اللي كنقراهم كاملين. شكرا بزاف على التشجيعات ديالكم، الى اللقاء.